على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وسلمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وتقبل الله أعمالكم وأسعد الله أيامكم وجعل الله جمعة مباركة مملوءة بالطاعات والبر والعمل الصالح بركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أسعد الله أيامنا وأيامكم وأطاب ليالينا ولياليكم بقرب ذكرى ولادتي أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين وقصيم الجنة والنار الإمام الهمام الذي حبه إيمان وبغضه نفاق الذي من والاه فقد والى الله ومن أبغضه فقد أبغض الله الذي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق أو ابن زنا إمام الهدى وخير خلق الله على الإطلاق بعد رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا ومولانا ولي نعمتنا نعمتنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هذا الإمام الذي ظلم عدد الحجر والمدر والوبر بل لا توجد مظلومية منذ آدم وإلى يوم القيامة كمظلومية علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ليس المقصود من الظلم عندما نقصد أحيانا الظلم أن هذا إنسان مظلوم أي أنه اعتدي عليه، هذا نوع كبير من أنواع الظلم، ولكن من أشد أنواع الظلم إيلاما أن لا تعرف قدر الإنسان، أن لا تعطي الإنسان حقه ومقامه. ولذلك ورد عندنا مثلا ثلاثة يشكون إلى الله يوم القيامة، واحد منهم عالم بين جهال، عالم بين جهال. تصور الإمام عليه الصلاة والسلام على المنبر ويقول لهم ماذا؟ سلوني قبل أن تفقدوني فأنا بطرق السماء أعلم منكم بطرق الأرض. فيقف رجل مغيرة بن شعبة لدي سؤال في المسجد والناس كلها، هذا يقول انظر يا أمير المؤمنين كم شعر في رأسي، كم شعر في رأسي. تصور رجل بهذه العظمة أمير المؤمنين ها يأتي شخص يقول له هذا كم شعر في رأسي، هذا هو سؤالك. وهذا كان يقصد إهانة الإمام علي
إنه كان من المنافقين. فقال لو شئت لأخبرتك، يعني أعلم كم شعر، لكن لم تسأل أنت لتعرف، ولكن أقول لك تحت كل شعرة من رأسك شيطان. هذه مظلومية. أن نوع العلماء يقول تعالوا قبل أن أموت وقد تقدوني، ماذا تريدون؟ اسألوا عن السماوات، اسألوا عن الأرض، عن كل شيء تريدونه يفيدكم في دنياكم وآخرتكم. ثم لا يجد من يسأله، من يتجاوب معه. هذا ظلم. أنزلني الدهر حتى قيل علي ومعاوية. الحق مع من؟ مع علي أو مع معاوية؟ ما هذا الظلم؟ كيف تقيس من بيدي مفاتيح الجنة إلى من هو في قعر جهنم؟ وتقول الحق مع من؟ هذا ظلم. أن يكون بين الناس مثل علي رحمة للعالمين، الله يرفع العذاب عن الأمة ببركته، ينزل الرزق ببركته، تنزل الملائكة على الناس ببركته، والناس لا يعرفون مقامه، يواجهونه بل يقاتلونه، ويدعون أنهم على دين الإسلام وعلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفون. والروايات متواترة بحب علي والولاء لعلي، من كنت مولاه فهذا علي، حديث متواتر في القرآن الكريم. إنما يريد الله يذهب عنكم الرسالة البيت إجماع أنها تشمل علي، لا إشكال. ومع ذلك هنا والمصيبة العظمى أن يأتي الظلم ممن يحمل علما ويدعي علما، سواء كانوا من أصحاب رسول الله أو الذين يدافعون عنه. هنا يا أخي، هذه الشخصية العظيمة، هذه الشخصية الرائعة الفريدة، يخرج قوم من الناس مهما كانت هويتهم يشهر السيف في وجهه يقاتلونه، ثم تأتي أنت مدعي العلم والتقوى والإيمان تقول اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر؟ أي اجتهاد هو هذا؟ أي اجتهاد هو هذا؟ الآن أجتمع معكم وأبقى عدة سنوات، كل يوم أقول لكم أوصيكم بالشيخ مفيد خيرا، هذا حبيبي، هذا أخي، هذا جاري، هذا صديقي، إذا أردت أن أخرج يخرج معي، إذا أردت أن أزور أحد أزوره أو يزور معي، دائما 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 كذا. ثم وأنا على فراش الموت أقول لكم أوصيكم بالشيخ مفيد خيرا، وأنتم تبكون. أموت من هنا تشكل جبل قتاله ونزعي وكذا وكذا، يقتلونه تقتيلا، يذبحونه ويشردونه. ماذا فعلتم؟ قلنا نعم اجتهدنا، ظننا من هذا المدح وهذا الثناء أنك تشير علينا أن قاتلوه. العقل يقبل؟ المنطق يقبل؟ كيف تريدونني أن أقبل كل هذا الكم والنوع من الروايات الصحيحة في كتبكم ومصادركم وصحاحكم وسننكم في علي بن أبي طالب، وفي نفس الوقت تريدون أن تبرروا لمن قاتل عليا وأبغض عليا وسفكت أكثر من 50,000 بين صفين والجمل والنهروان، 50,000 مسلم سفكت دماؤهم، ثم تقولون هؤلاء القتل الفجرة أنهم مجتهدون بل لهم أجر وثواب؟ كيف ستجيبون الله يوم القيامة؟ وأي ظلامة تعرض لها علي؟ ليس أنهم ماذا أخطأوا، لا، لهم أجر، لك أجران يا علي، لكم أيضا لهم أجر. فلتفعل ما تفعل تلك المرأة، لا مشكلة، اجتهدت. وفي نفس بيتها كان ينزل القرآن الكريم، وعلى لسان رسول الله كانت تشاهد مدح علي وتسمع بأذنها مدح عليه.
ثم تخرجين تقاتلين وتبررون لها أنها اجتهدت وأخطأت. بل بعضهم يقول لا نعلم أن أخطأ وأن اجتهد في علي ومعاوية وكلهما إن شاء الله في الجنة، وكان ينبغي لعلي أن لا يقاتل، وكان ينبغي أن تعلم عليا. بل من أشد المظلومية أن لا يعرف قدره. يأتيني مرة، كنت مرة أناظر أحد المشايخ السنة، ماذا يقول لي للوهابي؟ يقول لي أنتم تظلمون والله والله. هو يقول لي أنا أقول إن شاء الله إن شاء الله سيكون علي في الجنة. هذا ظلم. إن شاء الله سيكون علي في الجنة. ها؟ هو قصيم الجنة والنار، هو معيار الإيمان والنفاق. وتدعو الله يا الله ادخل علي الجنة، ادعو لنفسك، ادعو علي أن يشفع لك. ظلم لعلي أن لا يعرف مكانه وأن يجهل مكانه. فنحن عندما نحيي ذكرى أمير المؤمنين علينا أن نحيي ذكره في قلوبنا أولا، وأن نشيع هذه الذكرى للناس سلام الله عليه، وأن نبين مقام أمير المؤمنين عليه السلام للناس، لأن علي بن أبي طالب عليه السلام وميزان للحق وميزان للإيمان وميزان للنجاة يوم القيامة، بل هو نجاة لنا في دنيانا. من أراد أن يعم العدل والمحبة والإنصاف فليهتدي بهدى علي، فليهتدي بهدي علي ويمشي على طريقه ويطبق كيف حكم عليه سلام الله عليه، وكيف كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكيف كان تواضع علي، وكيف كان يجوع مع الفقراء، وكيف كان يفرح لفرح الأيتام عندما يفرحون ويحزن بحزن جيراني، وهذه الأمور كلها تعرف عليا. هنا ذكر ولادة أمير المؤمنين ولادة الحق. ولذلك شاء الله أن يشير إلى الناس بفضل هذا من أول لحظة من حياته، أن أولدته أمه أين؟ ليس فقط في الكعب، في بيت الله، شق لها الجدار لتدخل وتبقى 3 أيام داخل الكعبة، ولا زال آثر الجدار إلى يومنا هذا. وقد حاول أعداء الله منذ مئات السنين واليوم الناس أن يصلحوا هذا، سبحان الله، ينشق ينشق، وكل من ذهب الآن يرى أثر الشق ويحاول وضع الطين عليه وكذا، لا يصلح. بل يقال أنه في ذكرى ولادته في كل عام، في كل عام في ليلة ولادته تخرج رائحة جميلة جدا جدا كالعنبر والمسك من هذا المكان ويشمها الناس. طيب، ما شق الجدار؟ أبو طالب. الله شق. لماذا؟ لماذا شق؟ أن يبين مكانة هذا الرجل من أول ليلة. سئلت زوجة أبو طالب فاطمة بنت أسد، بقيت 3 أيام، كيف كنت؟ ماذا كيف كنت تأكلين؟ ماذا كنت تفعلين؟ أين يأتي؟ قالت كما كان يأتي الرزق لمريم، كان يأتيني الرزق من طعام الجنة. وخرج لتحمل على يديه أمام كل الناس. حتى يأتيك الآن بعض المخرفين يقول لك لم يثبت أن نوعي ولد في الكعبة. ها؟ والحاكم النيسابوري المتوفي منذ أكثر من 1000 سنة 1040 سنة، ها؟ ماذا يقول؟ قد تواترت الأخبار بولادة علي في داخل الكعبة. تواترت يعني ما تواتر؟ يعني أخبار كثيرة جدا جدا، وأن هذه القضية لا شك فيها ولا ريب، لا شك فيها ولا ريب. هذا الإنسان من أول لحظة خروجه إلى الدنيا خرج بمعجزة، ولد في بيت الله
واستشهد في بيت الله وبينهما في طاعة الله. كنت أتبع رسول الله اتباع الفصيل أثر أمه. كيف الفصيل؟ النعجة أو الإبل مباشرة قد هكذا يمشي مع أمي، هكذا 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 يلوذ بها. كل هكذا كنت مع رسول الله في كل حياتي. في المستدرك النسابوري قال رسول الله ماذا لعلي؟ أنا المنذر وأنت الهاد، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. قال أنا المنذر وأنت الهادي يا علي، في الكتب السنية وصحيح الإسناد. ثم تقول لي فلان أفضل من علي والعياذ بالله، وسبق من الأمر أن تقيس علي بمعاملة كل أنزلني الدهر، يعني أهانني الدهر والزمن حتى أصبحت أقاس. حتى في الخطبة الشقشقية جيد عندما جعل عمر ستة أشخاص شورى، قال انتخبوا واحد منهم، ها انتخبوا واحد منهم طلحة أو الزبير عبد الرحمن فلان فلان، ما تقنوا علي. متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أكرن إلى هذه المظاهر؟ أنا أكرن بهؤلاء، من هؤلاء حتى يقال علي واحد منهم؟ هذا الظلم، هذه مظلومية علي، هذا الظلم. إنسان خلق الله الدنيا بل الوجود لأجل وأجل أهل البيت، نأتي نحن نعامله ونقول إن شاء الله كان رجلا صالحا، فالرجل يقول لا نعوذ بالله كان مخطئا نواصب، كان مخطئا وأخطأ ولم يكن الحق له أن يقاتل، وهذه الدماء في رقبته نعوذ بالله. بعض الجهل هكذا، هنا مظلومية علي سلام الله عليه، علينا أن نرفع مظلومية.